السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من الوم مكملين المشهد. النهارده مش بكا وعويل وصراخ وندب وبس، البكا النهارده مش شكوى وقله حيله، لا، المشهد النهارده مختلف، مختلف من امبارح، من اول امبارح. النهارده حالا وانا بتكلم مع حضرتك في مظاهرات كمان في المدن الكبيره، اسكندريه دلوقتي فيها مظاهره وفي اصابات ومناوشات. هتقول لي ما تقفروش، هقول لك ده اللي حاصل، عجبك ولا مش عجبك؟ هقول لك ده اللي حاصل، شعب مصر مش قابل باللي بيحصل، الناس جابت اخرها وبتنزل الشارع، هتبقى ثوره مش هتبقى ثوره، الشعب اللي عارف بعد ربنا سبحانه وتعالى، الشعب اللي عنده الاراده هو اللي هيقدر ينزل يكمل او لا، الشعب اللي هياخد قراره لما هيشوف بيوته بتتهد، لما هيشوف مساجده بتتهد، لما هيشوف كل احلامه بتتهد، هو اللي هياخد القرار، يا يخليها ثوره يا يخليها فوره يا يخليها مظاهرات اعتراض. المشاهد اللي احنا بنشوفها من امبارح بتقول ان الناس خدت خطوه مختلفه، خطوه كبيره، ببرجل واسع، باراده اقوى، بكرامه اعلى. الناس نازله تقول لا، الناس نازله بتستشهد باللي حصل قبل كده في فلسطين، بالمقاومه بالحجاره. الحجاره اللي حضراتكم شايفينها مش مشهد في جنين ولا في نابلس، مش مشهد في غزه زمان. اللي انتوا شايفينه ده مشهد مصري بامتياز، مشهد بيستلهم فيه المصريين من اطفال الحجاره ازاي يدافع ويرفض الظالم. نسي الظالم والمجرم اللي معاه السلاح ان اللي كانوا قبلنا في فلسطين قدروا يقفوا للمحتل بالحجاره وقدروا ينتصروا في انتفاضتين. علشان كده النهارده الناس بترجع تاني للحجاره تدافع عن مقدراتها، تدافع عن بيوتها، تدافع عن كرامتها. هتقول لي ايه وجه الشبه ما بين اللي بيحصل في مصر في سرياوز ده اهليه واللي حصل قبل كده في فلسطين؟ هقول لك الظلم. الظلم واحد والظالم المجرم بيفكر بنفس العقليه الواحده اللي ما بيشوفش فيها غير نفسه وارادته واللي هو عايزه، انما الناس مش مهمه عنده. علشان كده الناس بتلجا لاي طريقه تحافظ بيها على كرامتها وعلى بيوتها، حتى لو كانت الحجارة، حتى لو كانت انك تحذف حجر من بعيد علشان تبعد بيه محتل جاي معاه سلاح. هتقولي طب اللي هناك محتل بس ده المفروض انه ابن البلد؟ هقولك المفروض، المفروض انه ابن البلد، بس ربنا لما خد رمسيس خد معاه الجنود المجرمين، لان كلهم كانوا مجرمين، لان كلهم كانوا ظلمة، لان كلهم كانوا بيستسهلوا أكل الناس وبيستسهلوا التعدي على حقوق الناس. المشهد ده مشهد عبقري حصل امبارح، ولكن في مشهد لأول مرة هعرضه على حضرتك، مشهد حصري هنشوفه دلوقتي وهنشوف مشاهد كتير قوي. ليه؟ لأن الموضوع بدأ يخرج عن السيطرة، اللي في الخنكة واللي في الشرقية واللي في الصعيد واللي في أماكن كتير مختلفة. كل الناس اللي بيجمع ما بينهم الظلم اللي اتظلموه واللي بيجمع ما بينهم إرادة وكرامة وشرف بيدافعوا عنه حتى لو بالحجارة أو بالكلمة. تعالوا شوفوا مشهد يمكن لأول مرة هتشوفه، ولكن ده حصل النهاردة الصبح في مصر في إحدى القرى المصرية، لما راح الباشا معاه قواته علشان يهدد الناس اللي باقية في البيوت بعد ما قبض على غيرهم. الناس طلعت له قالت له لو ما طلعتش الناس لا أنت ولا دولتك ولا رئيسك ولا أي حد هيبقى في أمان ومحدش هيقدر علينا. الكلام ده مين اللي قاله؟ الشعب العبقري، الشعب العظيم، شعب مصر. باشا سيادة اللواء وقت امبارح جه وقال بكره، قال بكره على ضمانت انا وعلى مسؤوليتي انا وكلم المحامي العام. الداخليه مش عايزه تطلعهم يا محمد، الداخليه عايز تاخد اللي تحت الاول وبعد كده تشوفوا هيردموا عليهم ولا ما يردموش عليهم. محاميها حراميها يا ولدي، حاميها حراميها. اسمع اللي انا بقولك عليه، قسما بالله العيال لو ما طلعوا هتبقوا معاكم انتوا، هتبقى قلنا هتبقوا معاكم، والمصحف اقسم بالله ده موقفين البلد كلها مرتين، والمصحف الاعداد تنزيل وهتبقوا معاكم انتوا ومحدش هيسيب حقه، قسما بالله محدش هيسيب حقه، هتبقى قلنا. يا حبيبي مالناش دعوه، ده طرف في الموضوع معانا، ده طرف يتصلوا بالرئيس بتاعهم يجي يشوف الحل، ملهاش حل تاني غير كده. هي يا باشا احنا تعبنا حصرنا، احنا تعبنا معلش بس حصرنا. انا حاسس بيك، انا حاسس بيك، قلت لك اقسم بالله يا باشا قسما بالله امهاته ما تعرف حاجه. لا
لحد الأول. يد ربنا ده. يد ربنا. يا عم ده احنا قلنا له ما احنا نروح. ماشي يا سيادة اللواء وقت امبارح جه وقال بكرة. لا البكرة على ضمانتي أنا وعلى مسؤوليتي أنا وكلم المحامي العام. الداخلية مش عايزة تطلعهم يا محمد. الداخلية عايز تاخدي اللي تحت الأول وبعد كده تشوفوا هيرتبوا عليهم ولا ما يرتبوش عليهم. محاميها حراميها يا ولدي. حاميها حراميها. اسمع اللي أنا بقول لك عليه. قسما بالله العيال لو ما طلعوا هحتكوا معاكم انتوا هتبقى قلنا هحتكوا معاكم والمصحف ده اقسم بالله ترموا في البلد كلها مرتين والمصحف اللي قعدت هتزين وهحتكوا معاكم انتوا ومحدش هيسيب حقه قسما بالله محدش هيسيب حقه هتبقى قلنا يا حبيبي مالناش دعوه ده طرف في الموضوع معانا ده طرف يتصلوا بالرئيس بتاعهم يجي يشوف الحل ملهاش حل تاني غير كده هي يا باشا احنا تعبنا حصرنا احنا تعبنا معلش انا قلت ايه بس انا حاسس بيك انا حاسس بيك قلت لك اقسم بالله انا قرر لي بس قسما بالله او ما هات وما تعرف حاجه لحد الان يد ربنا ده بيقول لهم ما يد ربنا احنا عمال نقول لهم ما يدهم اقسم بالله ما يا عم ده احنا قلنا له ما احنا اضرب اضرب يلا حد شاكر على خش على قوة اضرب يا اضرب يا هلا اضرب يا اولاد يلا يا اولاد اضرب يا هلا ما حدش يجري ضربوا يا اولاد الو الشعب المصري يا جماعة كالعادة بيبدع من جديد بيستلهم من سير اجداده اللي دايما بنتكلم عنها هنا في الوم كملين صدعتكم ياما وكلمتكم عن عاشور الناجي وعلي الزيبه كلمتكم كتير عن الناس اللي بتاخد حق الغلابه الفقراء من السلطه الظالمه ايا كانت هي مين سلطه مماليك ولا سلطه اغوات ولا بشوات الشعب ده طول عمره حتى لو كان صبره طويل ومعروف بالصبر بس لما بيقلب محدش بيقدر عليه وبيعمل الجديد اللي محدش يتوقعه وبيخترع طرق يجيب حقه وحق الناس علشان كده الناس طلعت اهي في الخنكة الناس طلعت بالحجر قال لهم يا ولاد ويا ولاد ويا ورجعوا تاني ورجعوا بالمناسبة شفنا المواطن اللي واقف الباشا الباشا مش جاي من عالي بقى الباشا جاي من واطي خلاص انا حاسس بيك وما يهمكش قال له لا الناس تطلع الاول لا انت ولا رئيسك ولا نظامك هتكونوا بمعزل عننا والناس هتكتر ومش هتقدروا علينا وده اسمه بقى لما المارد يستكشف مدى قوته انا قوي فين انا بقدر اعمل ايه المصريين بيقدروا يعملوا حاجات كتير واحنا ياما واحنا كتير واحنا ما نتعدش احنا اكتر من 100 مليون هتقول لي اصل هم اعتدوا على اراضي زراعيه وبنوا عليها كانت فين المحليات وهم بيبنوا كانوا فين وهم بيبنوا لما جاي النهارده تهد جامع بقاله 95 سنه وتقول لي تعدي على املاك الدوله سلامات يا دوله 95 سنه ده من امتى ده من ايام الملك فؤاد ابقى روح حاسب الملك فؤاد وقول له في ناس بنت جامع من 95 سنه وتعبدت فيه ربنا انت ليه سبتهم يبنوا الجامع يا جلاله الملك جاي النهارده تقول لي علشان حرم الطريق وحرم الطريق بيجي على الجامع بس ما بيجيش على حاجه تانية ما بيجيش على الكومباوندات بتاعه البهوات ما بيجيش على القصور والمزارع بتوع لواءات الجيش ورجال الاعمال ما بيجيش على القصور اللي مبنيه بارض على ارض مالها حرام على ارض مختطفه ومتاخده غصب عننا وموجوده في اماكن المفروض تتزال بيجي بس على هريدي ومحمد وعوض وجرجس الناس اللي طلعت شالت الطين بالمعنى الحرفي على دماغها 10 و5 و20 سنه في بلاد الناس علشان تجيب قرشين تبني بيها البيوت الناس دي هي اللي طالعه بالشكل ده الناس دي هي دلوقتي اللي بتدافع عن نفسها وفقا للقانون والدستور المصري اللي فيه ماده بتبيح للناس العصيان المدني اللي فيه مواد في الدستور بتقول من حق الناس تتصدى لاي مجرم اصل الفرق ايه بينك وبين المحتل
هو المحتل لما يجي هياخد ايه؟ هياخد البلد، هياخد الارض، هيهد بيتي. طب ما انت واخد البلد، ما انت واخد الارض، ما انت واخد الارض، ما انت بتهد بيتي. تعال نروح اسكندريه حالا وافرجك مشاهد مباشره من مظاهره في اسكندريه. تعال نشوف وفتح عينك وشوف المصريين بيعملوا ايه. يا جماعة ده من اسكندرية حالا، حتى ما لحقناش نجيبه من مصدره، فاحنا جايبين من مصدر المتوفر نعيده مع بعض ونشوف ونسمع الشباب والأطفال الصغيرين وهم واخدين الهاشتاج من تويتر ونازلين الشارع يقولوا مش عايزينك. أكيد ما بيقولوش يعني ما بيقولوش كده ليا ولا لغيري، أكيد بيقولوا للجبلة اللي قاعد على كرسي مصر بحكم السلاح وبفعل الدم. يلا يا أولاد الكل ابو الدوحه حد لاحظ حاجة في الثلاث فيديوهات اللي عرضناهم ورا بعض؟ كلهم بيتجرأوا عليهم، كلهم بيسبوهم، كلهم بيقلوا من كرامتهم، كلهم بيسأروا لنفسهم، بيقولوا لهم يا ولاد ويا ولاد ويلي. ليه؟ علشان الناس جابت آخرها. أي نعم هيطلع مصطفى مدبولي أو طلع من شوية قال لك يعني إحنا هنعمل إيه؟ 50% من المباني في مصر مبنية غلط. يا مصطفى بيه روح قول للسيسي يهد 50% من مباني المصريين. يا مصطفى بيه استبيح 50% من المباني في مصر عشان المختل نفسيا المجرم اللي جاي بمخططات مش مصرية على الإطلاق يرتاح. يا مصطفى بيه هدوا بيوتنا ودوسوا على عظام أجدادنا واهدموا مقابرنا وادوها للإماراتيين. يا مصطفى بيه دوسوا على رقابينا بجزامكم عشان ترضوا ولاد زايد وترضوا محمد بن سلمان ويرضى عنكم نتنياهو. يا مصطفى بيه انتوا اخس ناس جيتوا على حكم مصر. انتوا مش قصه انقلاب عسكري وبس. انتوا عمر المصريين ما عرفوا وضاعه بالشكل ده. ايه ده يا اخي؟ ايه ده؟ ايه الفجر اللي انتوا فيه ده؟ عمرنا ما كان عندنا حكام حتى لو كانوا محتلين. حتى الفرنسي والانجليزي اللي احتلوا مصر ما عملوش زي ما انتوا عملتوها، حتى المماليك اللي مش مصريين ما عملوش اللي بيتعمل ده، ما حدش هد بيوت الناس عليها، ما حدش هد الجوامع، ولما فكر نابليون يدخل بحصنته الى الجامع الازهر طلعت الناس كالت جنوده في الشوارع. مش كده؟ خلوا عندكم عقل اذا كان لسه في عقل. خلينا نسمع